هروح لسؤال مهم، وهو فكرة هنا الوضع اللي كلنا يعني بنشهد بيه، وهي يعني تحسن أداء الفريق بشكل كبير جدا بعد قيادة موسيماني، ويمكن ده كمان اللي دايما بيتحدث عنه، مش بس النقاد الرياضيين، لا ده كمان الجمهور. لو هنتكلم عن الجزئية دي ونربطها ان ان شاء الله لو فزنا بالبطولة فدي هتعد البطولة الثانية لموسيماني. طبعا الاولى كانت سان داونز مع الزمالك عام 2016 تحديدا، ولو الزمالك هيبقى باتشيكو دي اول بطولة ليه طبعا، بس هو يعتبر تاني برتغالي بعد مانويل جوزيه. يعني فخلينا نبدا بالشق الاولاني. هو طبعا يعني انا بعتقد ان المباراه دي طبعا مهمه جدا، و انه احنا انا بالذات يعني هي شاهد المباراه دي فين. طبعا ده لسه انا ما قررتش، لان انا طبعا الاتحاد الافريقي بروح مع الاتحاد الافريقي للمباراه او اروح مع النادي الاهلي المباراه. هي الكاف لسه ما عرفناش بالظبط موضوع الجمهور هيبقى وضعه ايه، اعتقد لحد دلوقتي حتى هذه اللحظه الحقيقه النادي الاهلي طلب والاتحاد المصري طلب والامن لسه ما ردش يكون العدد قد ايه. المفروض الاجتماع النهارده حسب معلوماتي تقريبا الساعه 2 هيتم تحديد الميعاد فيه، وكمان المسحه تمت الساعه 10 عشان الايجابي والسلبي، هتطلع الساعه 3، فنامل خير يعني ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وعموما زي ما حضرتك قلتي انه المباراه طبعا مباراه مهمه جدا، وانا بعتقد انه الناس كلها مترقبها. الاتحاد الافريقي برضه حريص جدا على المباراه دي تخرج بشكل مناسب، وكمان احنا يعني كمصريين نطالب الفريقين انهم يعملوا مباراه قويه جدا بحيث انه تليق بنهائي افريقي يسمونها دي اسماها مباراه القرن لعلمك. ده ماتش ذا سنشري، يعني دي حاجه بالنسبه لنا ككاف يسميها كده، دي حاجه مهمه جدا ان احنا لازم نلقي الضوء عليها بشكل افضل واللعيبه يلتزموا بيها. لكن طبعا موسيماني وجوده في النادي الاهلي الان يعتبر مفاجاه يعني رهيبه جدا. كابتن محمود الخطيب يعني فجرها فجاه. انا ما اعرفش، انا كنت من زمان عايز اقول له على بيتس موسيماني ده، عشان انا طبعا بيتس موسيماني ده انا حقيقه سعيد جدا انه ذكرها قدام الميديا، ان انا اللي اديته له اللايسنس اي اللي خليته يعني وصل الى بروفيشنال كلابس انه يدرب فيها. والراجل الحقيقه اول ما شافني قال لهم هذا هو استاذي، يعني هي قلت له يعني شكرته جدا، قلت له انت كمان يعني كنت من الطلاب المجتهدين جدا يعني وشطار. يعني من يومها بيتسو موسيماني في 2012 لما خد الاي لايسنس ودرب سان داونز، من وقتها يعني من وقتها استمر يجي 7-8 سنوات. فاختيار حقيقه انا نفسي الخطيب لما اعلنه انا فوجئت. كل الناس كشت، قلت له لا ده اختيار موفق جدا. اول حاجه الراجل يعني ولف يعني مرتاح نفسيا يعني وما بيبصش على ماده ما بيبصش على حاجه. ثانيا 7 سنوات بيقود نادي واحد في ظل وجود رئيس باتريس، يعني ده فتره تعتبر كويسه لمدرب افريقي من جنوب افريقيا يدرب نادي. فالحقيقه لحد هذه اللحظه نحن يعني سعداء جدا بادائه وخبراته، ولكن الحكم على مدرب من 7-8 مباريات ليس كافي، عايزينه ان شاء الله يوفق عشان يخلق لنا اجيال من المدربين الافارقه اللي من خلالها تيجي مصر، والمدربين المصريين يروحوا يدربوا في جنوب افريقيا وفي غانا وفي تنزانيا وفي الحتت دي. فدي حقيقه يعني اوبن دور للناس كلها ربما البدايه. صح.